وضع اللبناني سنة 73 كان وضع شبيه بالوضع اللي احنا فيه اليوم، يعني كان في عنا دولة ضمن دولة بكل معنى الكلمة، والوضع ما عاد ينحمل. هيدا الوضع أدى أنه الدولة تاخد القرار الحكومي بإعلان حالة الطوارئ. هيدا بيدل أنه وقت في إجماع لبناني نقدر نعمل يلي بدنا إياه، لأنه صار في إجماع والحكومة اجتمعت برئاسة رئيس الجمهورية. وصار في إجماع إعلان حالة الطوارئ وتسليم الجيش. الجيش فات أخذ المدينة الرياضية اللي كانت مقر لإيلون وكانت الديبو للسلاح تبعهم، وفات بلش يفوت على صبرا وشتيلة، وكانت تقريباً لح تنتهي المعركة قبل ما يصير تدخلات خارجية. هالمعركة كان إلى بعدها الداخلي يلي بيدل الإجماع الداخلي لوين بيوصل، نقدر ساعتها نحل كل مشاكلنا ونحن أحوج شيء لإيلو اليوم. كان في شبه إجماع دولي على الموافقة على ضرب منظمة التحرير، لأنه بطلت قضيتها تحرير فلسطين، صار قضيتها احتلال لبنان وخلق دولة ضمن دولة ووطن بديل وإرهاب لبرا. وكان في قسم من الدول العربية كان موافق على شرط ما نبعث لهم المنظمة التحرير اللي عندهم، وقسم الثاني كان لا بده منظمة التحرير تبقى موجودة تقدر يستعملها. ولكن البعد الأهم كان البعد السوري. بهديك الأيام حافظ الأسد سكر الحدود، قطع كل شيء علاقات مع لبنان، وبتلفن لرئيس جمهوري ورئيس وزارة وبيهدد بالتدخل تحت شعار حماية المنظمة. ولكن السبب الأساسي والبعد المهم للشي عمله حافظ الأسد اللي بيّن بعدين، هو أنه حافظ ما كان بده يخسر ورقة منظمة التحرير ولا ورقة لبنان. كان الهدف يخلي الفوضى تضرب أطنابها، خلي الحرب تقلع أكثر وأكثر تدبج في لبنان، تيقدر يفوت على لبنان وتيقدر يحط إيده على قرار منظمة التحرير وعلى القرار اللبناني وخاصة المسيحي، أو الورقة المنظمة التحرير وورقة لبنان والمسيحية، حتى وقت بيجي دور المفاوضة مع إسرائيل ومع الأمريكان يكون هو عنده الوراء بإيده، وتيقدر يكفي الفوضى حتى الغرب يطلب منه أنه يتدخل، تيكون بطلب منه ولكن بيكون هو خلق مشكل ورجع طلبه منه يفوت، وهيك صار بالضبط حتى يحل هذا المشكل. لأنه لحديت 75 كان 76 الوضع بطل يحتمل بلبنان، صار الإرهاب عم يتصدر لكل الدول عربية وغير عربية، خطف الطيارات، منظمات الإرهاب اللي كانت موجودة وين ما كان عنا. ساعتها عمل مفاوضات مع إسرائيل بواسطة الأمريكان، والمكتوب الشهير يلي بعته إيجال ألون لحافظ الأسد بواسطة جوزيف سيسكو يلي حكينا عنه قبل، يلي بيخلي بيسمح لسوريا أن تفوت على لبنان. وقتها كان على الدولة اللبنانية أنها تقول لا وتكفي العملية، لأنه كان بدها أيام وبتخلص من صبرا وشتيلة، وكنا إذا خلصنا من مقر الأساسي لمنظمة التحرير بيكون نحن انتهينا من الإرهاب وانتهينا من الدولة داخل الدولة، وبيكون رجعنا للبنان حريته وسيادته يلي بليهم ما نقدر لا نعيش ولا نتنفس.